حبيباتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخيرين. اليوم جيت لكم عاوتاني بواحد الحليوه بسيطه بارده ديال التمر. هنا نص بكي ديال التمر ديال الخمس، يعني 250 غرام ديال التمر، جوج معالق ديال الكوبيل المر، واحد معلقه ديال الفواكه كونفي، معلقه ديال الزبده، وواحد شويه ديال القرقاع. ودرت هنا واحد كميشه ديال الكاوكاو مهرمش، غادي نجمعها بالعسل، ومن بعد غنديرها كويرات صغيره وغنفندها في الشيكولا. وها نتوما معايا، ما تمشيو العين حتى نكملوا الفيديو. اذا غادي نوجد لاباط ديالي وديك الساعه نكملوا، تكملوا معايا. وهاني كورتهم البنات، كورتو كويرات صغيره. دابا انا درت لهنايا الشوكولاط وراني كان ذوبت الشوكولاط، ودابا غادي نحطهم هنايا باش نبقى على هاد الوتيره حتى نسالي كلشي. اوكي يلا حبيباتي انتما معايا. وها هو حبيباتي لي بول ديال التمر بالقرقاع والكاوكاو والشيكولا. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم حبيباتي، وعواشركم مبروكه وعيد مبارك سعيد مسبقا. الله يجعله يدخل علينا بالصحه والهنا باش ما تمنينا ان شاء الله جميعا. الله يرحم موتانا جميعا، موتى جميع المسلمين يا ارحم الراحمين. وبهذا نكون نهيت سلسله الحلويات اللي وعدتكم بها في هذا العيد الفطر. نتمنى ان شاء الله شي مناسبه اخرى ونعرضوا فيها حلويات واشكال اخرى من الحلويات. يلا حبيباتي بوسه كبيره لكم والجميع اللي كيتفرج فيا بحب واحترام. هلا خدتكم عليا، وحنا بلا بكم ما كاينينش. نتمنى انكم تابوناو معنا، اللي دخل القناه ديالي انا والاخت ديالي نتمنى انه يتابونا معنا ويديرنا جيم ويباشر مشاهده الفيديو ديالنا، لانهم في المستوى كيستحقوا المشاهده. ويلا حبيباتي مع السلامه.